كم خاوتنا العزاز، ان شاء الله كلكم تكونوا بخير. خاوتنا والله ما كنت حاب نهضر، يعني كي قاعد نشوف الحاله نتاع المربيين، يعني اللي وقعت يعني بعض المناوشات ما بينهم وما بين التجار. خاوتي العزاز، التجار قاعده تخدم ربي عينها، السعر غالي، ما عليش ما تشريش خويا، مش محتم تشري ماركه اللي تكون يعني هي فقط اللي كاينه في السوق ومتداوله. اخي العزيز، كاينه البريميس هاي كي راهي تجبد الماء خويا العزيز، هذه تاع بينيليكس راهي براقه، راهي قوه تجبد الماء. هم البراق تاعي الله يبارك كل على بعضهم قاعدين ياكلوا منها، ها ما شاء الله تبارك الله، ما كاين حتى خلل. المشكل خويا المربي وش هو، انت كي تبدل البراقه بدل، مد معاها البروبيوتيك، مد معاها فقط يعني الحاجه اللي تعدل التوازن نتاع باش تعدل لك برك، يعني كي تغير الماكله تعدل لك يعني نسبه الحموضه في الامعاء بالنسبه للعصافير. هذا ما كان موش محتم يعني نتهجموا على بعضنا البعض وكذا. خاوتي العزاز، راهي حاجه سهله جدا جدا، كاين الكيكي، كاين بينيليكس، كاين الف نوع تاع براقه يعني اللي هي ممتازه ومتداوله والاسعار نتاعها معقوله. هذه مثلا خاوتي العزاز 4 كيلو راهي دير 170 الف، ما شاء الله هاي تكفي يعني، الله يبارك. احسبها برك اخويا، ثم راح تجيك عمليه حسابيه سهله جدا. هذا ما كان، والبذور نتاعها راهي ممتازه، خليط ممتاز، ما كاين حتى مشكل، ما كاين حتى خطا، الله يبارك. يعني هاي الفراخ تاعي تاكل منها صحة جيدة ما شاء الله، ما عندنا حتى مشكلة. ها وكيف كيف هنا، ها هاي الفراخ كل تاكل منها الله يبارك، ها والله ما كاين حتى مشكل، سبحان الله العظيم. ان شاء الله خيرتي تكون يعني الرسالة وصلت لكم بلا ما ندخلوا في مناوشات. ما عجبتكش البراقة اخي المربي المبتدئ ما تشريش، خلاص اشري نوع اخر، غير فقط يعني الغذاء، النظام الغذائي نتاع الرسول نتاعك بطريقة علمية تدريجيا، كي تبدل الماكلة مد يعني البكتيريا النافعة لأنها تساعد وتساهم في توازن يعني نسبة الحموضة في الأمعاء بالنسبة للعصافير. هذا مكان سهل جدا، وغير البراقة نتاعك وهذا مكان. لكم منا كل تقدير والاحترام خاوتنا الأعزاء، حنا حبينا نوضحوا لكم برك، باسكو أنا قاعد نشوف المواقع تاع التواصل الاجتماعي راهي خايضة على جال البراقة. هذا مكان خاوتي الأعزاء، واحد ما حبش يشري ما يشريش، يبدل بركة ويبدل بطريقة علمية، وهذا مكان. وحنا موش قلنا لكم كيما باش نبيعوا لكم البكتيريا النافعة، أنا ما نبيعش خاوتي الأعزاء، أنا راني ما نبيعش، ما تعيطوليش باش نبيع لكم الدواء ولا باش نبيع لكم البروبيوتيك ولا اي حاجه اخرى. انا نصحتكم برك، هذا ما كان يعني بصيفتي انا مربي، هذا ما كان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.